اسمك ايه؟ اسمي مصطفى. مصطفى ايه؟ مصطفى احمد. قول لي انت كنت بتشوف بابا وهو بيشتغل صحفي وكده؟ هو كل يوم بيطلع من الساعة 8 وبغيب عشان الشغل. ايه اللي انت بتعرفه عن شغل بابا؟ هو بيقول الصح، ما بيكذب في شيء. طب قول لي يا مصطفى، انت بتطالب المسؤولين لايه لبابا؟ عشان يطلعوه. انت عارف ان هو مسجون؟ طب كلمة بقى تقولها للمسؤولين هنا، ان انت عايز. انا عايز يطلع ابوي. لا بص هناك، قولها وانت هناك. انا عايز يطلع ابوي. ايوه معك، يلا قول. انا ام احمد ابو ذراع الصحفي، وما عنده اي حاجه، اخذوه ظلم. هم اخذوه منين يا امي؟ لما قبضوا على احمد ابو ذراع قبضوا على منين؟ في العريش. يعني ما اخذوهوش من البيت؟ والله ما بعنا. لا والله من العريش. يعني انتوا ما شفتوش وهو بيقبضوا عليه؟ لا والله ما شفناه. طب انت كلمة تقولها للناس كلها، انا عايزك تشرحي له احمد عايش ازاي وكان بيروح ازاي ومعاناة احمد ان هو كان صحفي. هم عارفينه، كل يوم بيمرق عليهم ما عنده اي حاجة. هم بيشوفوه كل ما بيمرق عليهم، لا لهم مخبي نفسه ولا شيء. هو احنا يعني عايشين يعني حياة بسيطة كده زي ما انتم شايفين، بيت متواضع كده، ويعني عايشين حياة بسيطة. واحمد يعني بيمشي كده، هو يعني بيصرف علينا وكده، والحياة يعني الحمد لله يعني على قد حالنا، ناس لا منضمين لكده ولا وزي كده يعني. ما شاء